هو ده ما فيهوش ارو اوبشن. انا اظن انتوا مش محتاجين مايك. الناس اللي ورا سامعه؟ لو مش سامعين في اماكن كتير قدام. طيب انتوا كده شكلكم ايه، دخلتوا في مود الامتحانات؟ ف مفيش مشكله ان شاء الله. النهارده ان شاء الله هنكمل الموضوع اللي احنا بدأناه الاسبوع اللي فات، اللي هو الاوت ستيج والباور امبليفاير. اتكلمنا المره اللي فاتت عن انواع الباور امبليفاير، قلنا ان اولا قلنا ايه فايده الباور امبليفاير وايه الابلكيشن بتاعته، وبعد كده اتكلمنا شويه ازاي نقيم الباور امبليفاير ونقول ان هو حلو او وحش على حسب الافشنسي، وبعد كده قلنا تشكيله للباور امبليفاير على حسب الكلاسس، وقلنا احنا عندنا كلاس اي بي اي بي، وبدانا شويه في الحسابات بتاعه كلاس اي باور امبليفاير، ووقفنا عند النقطه دهيت. في كلاس اي باور امبليفاير لو تفتكروا حسبنا شويه او رسمنا شويه ويف فورمز، وقلنا ان الاوتبوت فولتج عند الاوتبوت لو فرضنا مثلا ان هو ليه ماكسيمم فاليو، وقلنا ان هي مثلا لو كان في سي سي على اعتبار ان احنا اهملنا الفي سي اي سات، فهي تبقى عباره عن ساين ويف. وبعد كده قلنا طب الفي سي اي هي عباره عن ايه، هي عباره عن في سي سي ناقص الفي اوت، ورسمناها المره اللي فاتت قلنا ان الشكل ده عباره ان انت بتقلب كانك بتضرب الكيرف ده في اشاره ناقص، فالبوزيتيف هيبقى نيجاتيف، وبعد كده بتشفته بالمقدار اللي هو اسمه في سي سي. وبعد كده قلنا الاميتر كارنت ده عباره عن حاجتين، اللي هو الكونستانت كارنت اللي هو في الكارنت ميرور او كارنت سورس، زائد الكارنت اللي ماشي في اللود، فهو كميه كونستانت زائد اللود كارنت. واللود كارنت احنا قلنا ان هو ممكن تكتبه بدلاله الاوتبوت فولتج في اوت على ار ال، فهتقسم الكيرف ده هوت على ار ال، فهيطلع تقريبا شبهه يعني، بس البيك هتبقى في سي سي على ار ال. وقلنا ان احنا هنا واخدين كونديشن اللي انت شغال ان هو يعني ايه على الايدج بتاع كلاس ايه، فانت هنا مظبطه ان انت الكرنت بيساوي في سي سي على ار، يعني انت هنا الايه مش سايب اي مارجن خالص، فانت واقف على الايدج بتاع كلاس ايه. لو قل شويه هيبقى كلاس اي بي، لو زاد هيبقى كلاس A، بس هيبقى ان افيشنت، يعني الافيشنسي بتاعته هتقل لان انت دافع حاجه ومش واخد قصادها حاجه يعني. الباور بقى احنا وقفنا عندها المره اللي فاتت. الباور في الترانزستور هي عباره عن ايه؟ لو انت عايز تحسب الباور ديسيبيشن اللي ماشي في الترانزستور ده، هو هتحسبها ازاي؟ نعم؟ بالظبط، هتقول هو في سي اي مضروب في الكرنت اللي هو الاي سي، تمام؟ في سي اي ده اللي احنا لسه حاسبينه، ادي الرسمه دهيت الكيرف ده اهوت، فانت ممكن تعملها جرافيكالي اللي انت تضرب الكيرف ده اهوت اللي اسمه في سي اي مضروب في الاميتر كارنت. هو الاميتر او المفروض الكوليكتور كارنت، بس هما يعني هنفترض ان البيتا الكبيره، فهتبقى ايه بيساوي بعض، وهتمشي بقى نقطه نقطه. يعني ايه نقطه نقطه؟ هتقول مثلا ادي النقطه دي كان عند التايم صفر كانت الفاليو بتاعت الفولتج في سي سي مضروبه في الفاليو بتاعت الكارنت كانت اي اي، فهيطلع لك في سي سي في اي، وتقعد بقى تمشيها نقطه نقطه، تشوف مثلا النقطه دي مثلا دي 2 اي اي مضروبه في صفر، كويس؟ هيبقى الاوتبوت باور هنا ايه؟ صفر. فانت كانك بتضرب كيرفين في بعض عادي جدا يعني، ده لو انت عايز تحسبها جرافيكال. واضح يا شباب جبنا الكيرف ده منين؟ اي سؤال؟ لو انت مش عايز تحسبها جرافيكال ممكن تمشي ورا الايكويشن، تقول ايه؟ تقول خلاص هي في سي اي في الكرنت، فالفي سي اي احنا قلنا من الايكويشن هي عباره عن في سي سي ماينس في سي سي ساين اوميجا تي، والكرنت احنا حسبناه قلنا ان هو ايه؟ كان كونستنت كرنت زائد ترم تاني في الساين ويف دهيت اي ساين اوميجا تي. فانت بقى ممكن تفك الايكويشن دهيت وتحسبها وتشوف هتطلع لك ايه، هتطلع لك حاجه بالشكل ده. انا مش همشي في الديريفيشن، انتوا اشطر مني في الرياضه، بس هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك لو انت مشيتها بالرياضه هتطلع اي في سي سي على الاثنين زائد ترم تاني في كوساين ضعف
الفريكوانسي. فانت لو رسمته هيطلع لك نفس هو هو طبعا. دي بنسميها ايه؟ دي بنسميها الانستنتينيوس باور، يعني الباور رسمها مع التايم دومين، فهي مره تزيد ومره تقل وهكذا. لو انت عايز تحسب الافريج باور ديسيبيتد هتحسب الافريج بتاع الكلام ده مظبوط، زي ما بتحسب الافريج بتاع اي باور عادي يعني. فانت لو عايز تحسب الافريج بتاع الكوانتي دي هيساوي ايه؟ هنكمل ونقسم بتاع، بس الاجابه مجرد النظر هتطلع ايه بالظبط؟ الكوساين ده هيت الافريج بتاعه بصفر، فهيتبقى لك اي في سي سي على الاثنين دي اللي هي القيمه الكونست. فيبقى كده حسبنا الباور الديسيبيتد في كيو 1 اي في سي سي على الاثنين. ماشي. من اهم الحاجات بقى في الباور امبليفاير زي ما اتكلمنا عنها المره اللي فاتت اللي انت تحسب الافشنسي. الافشنسي دي اللي بتقول لك ان انت صارف قد ايه في الباور امبليفاير علشان يطلع لك ايه اليوسفول باور. فاحنا قلنا الديفينيشن بتاعها هي اللود باور، دي الباور المفيده، على الباور اللي انت ساحبها من السبلاي. ماشي. الباور اللي انت ساحبها من السبلاي هي بتساوي ايه؟ انت عندك ريزيستنس، ريزيستنس عاديه جدا وماشي، وعليها فولتج. ادي الريزيستنس وعليها فولتج اسمه في. فيبقى الباور دي عادي في اوت ماكسيمم سكوير على 2 ار ال 2 دي، عشان احنا قلنا ان في بيك دي اللي هي الماكسيمم بيك فاليو. ماشي. طيب دي كده الباور اللي هي المفيده اللي رايحه للسماعه مثلا. الحاجه الثانيه انا عايز احسب الباور اللي جايه من السبلاي. انا هنا عندي كام سبلاي؟ دي سي سبلاي عندي اثنين، واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف تحت. فتحسب ازاي الباور اللي طالعه من السبلاي؟ اي سبلاي، لو انت مثلا عندك ده بلس ماينس وسميته مثلا في سي سي وعايز احسب الباور اللي طالعه من السبلاي ده، فتقول الفولت في الكرنت اللي هو ايه مسحوب منه مضروب في الكرنت. احنا هنا مثلا ايه، لو احنا مثلا بنتكلم على اللي فوق فهيبقى اسمه مثلا اي سي سي. واحده واحده. ان جنرال المفروض اضرب الفولت دهوت في الافريج كرنت اللي مسحوب من السبلاي. فلو انا مثلا هسميه اي مثلا ايه، انا عايز اسميه اي حاجه ثانيه يعني، اي درون مثلا، اي دي مثلا. كويس. فيبقى الباور المسحوبه من السبلاي هي الفولت دهوت، لانه الفولت ده كونستانت، في الافريج كرنت اللي مسحوب من السبلاي. انا ليه بقى بقول الافريج كرنت اللي مسحوب من السبلاي؟ لان احنا هنا لو جيت تبص على الكرنت المسحوب هو فيه تو كومبوننتس اللي احنا لسه حاسبينهم. اي 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 ده كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن كونستانت كرنت زائد اي ال. اي ال دي اللي هي بتتناسب مع اللي هي ساين ويف مظبوط. فلو انا عايز، لو انا مهتم بالافريج باور يبقى انا هاخد الافريج بتاع الكلام ده هوت. ايه الافريج بتاع اي اي؟ اي، لان الاي ال ده هوت ده زي ما احنا قلنا ان هو ساين والافريج بتاعه صفر. فيبقى احنا كده الباور المسحوبه من السبلاي الاولاني اللي هو في سي سي دهوت هو عباره عن في سي سي في اي. يبقى ده كده اول ترم. الباور اللي مسحوبه من سبلاي 1 بيساوي في سي سي في اي. طيب انا عندي سبلاي ثاني، السبلاي الثاني هو عباره عن النيجاتيف سبلاي دهوت. كويس. فالنيجاتيف سبلاي ده هوت ده داخل عليه كرنت، فانت اكنك عملت حاجتين، اكنك ضربت الاشاره دي في نيجاتيف، يعني هو ده الدايركشن ده كان المفروض يبقى خارج، فانت اكنك غيرت الاتجاهين، ضربت السبلاي نفسه بقى نيجاتيف، وفي نفس الوقت الدايركشن بتاع الكرنت ايه بقى الناحيه الثانيه. فانت لو ضربتهم في بعض هتلاقي برضو ايه زائد الباور بتاعت السبلاي الثاني، هتلاقي هي نيجاتيف في سي سي في نيجاتيف الكرنت اللي مسحوب منه. فانت لو ضربتها هتطلع هي كمان ايه في سي سي في اي. يبقى ده كده الباور المسحوبه من السبلاي الثاني ومجموعه طبعا ايه 2 في سي سي في اي. الافشنسي هتقسم الباور اللي رايح لللود على الباور في السبلاي، يطلع لك الايكويشن ده في اوت بيك سكوير على 4 اي ار ال في سي سي. ماشي. نلاحظ ايه بقى في الكيرف ده، في الايكويشن اللي احنا وصلنا لها دهيت؟ اكتر من حاجه. الفي سي سي ده كونستانت والار ال ده كونستانت والكرنت دهوت انت هتفترض ان انت عملت ديزاين في الاول، ففي النهايه الكرنت هيبقى كونستانت. ايه هنا بس اللي بيتغير؟ اللي هي في اوت بيك دي اللي بتتغير، لان انت دلوقتي انت عملت باور امبليفاير، فانت ما تضمنش
السيجنال اللي رايحه له على طول تبقى قيمتها كام. افترض مثلا دي كان مثلا موبايل مثلا، فانت مثلا ممكن واحد يكون بيزعق فالباور السيجنال عاليه، واحد تاني صوته واطي فالبيك هتبقى صغيره. فده معناه ايه؟ معناه ان الافشنسي بتعتمد على البيك فاليو للاوتبوت فولتج او الانبوت فولتج، يعني البيك هنا هتنظر البيك هنا. ماشي، دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ نعم حلوه بالظبط. دي هي فعلا اللي انا بدور عليها. ليه وحشه؟ لان احنا قلنا في كلاس ايه باور امبليفاير، الباور اللي انت صارفها اللي انت سحبها من السبلاي دي كونستنت، فانت سواء حطيت سيجنال او ما حطيتش سيجنال انت بتصرف نفس الباور. فانت يهمك اللي انت تاخد اقصى افشنسي، فانت تاخد اقصى افشنسي دي بقى نشوفها دلوقتي. تعال نبسطها بس الاول. المعادله دهيت الفي او بيك سكوير ممكن نقسمها حاجتين، في او بيك في في او بيك. انا بس جمعت الحاجات واي ال هنا جمعناها اي ال، اي في ار ال مضروبه ايه في في سي سي. انا هنا بس عملتها لهدف ما اللي احنا نقدر نقارن المعادله كويس. فاحنا مثلا انت قلتوا ان انا لو السيجنال بتاعتي كانت صغيره دي كده حاجه مش حلوه. ليه؟ لان انت نفس الباور انت صارفها بس ما بتاخدش اوت، فانت كده ما استفدتش من الباور امبليفاير بتاعك. لكن انت بقى تعالوا نشوف الافشنسي هنا امتى، ايه الكونديشن عشان نجيب الماكسيمم افشنسي؟ ان احنا نحط البيك فاليو للفولتج دي اقصى حاجه. طب احنا نعرف نحط البيك فاليو دي اقصى حاجه كده من دماغنا؟ لا، بالظبط. احنا حسبناها المره فاتت وحسبنا ليميت، فالليميت بتاع في اوت بيك لو احنا كنا اهملنا الفي سي اي سات هيطلع لك ايه؟ ان هو لازم يبقى اقل من الفي سي سي. دي اقصى حاجه تقدر توصل لها لو انت اهملت في سي اي سات يعني. فيبقى اكيد الترم الفي اوت بيك على في سي سي ده اكيد هيطلع اقل من واحد، مظبوط؟ الماكسيموم بتاعه يعني اللي انت عمرك ما هتشوفه هيطلع واحد. نفس الكلام هنا، احنا قلنا ان اي في ار ال دوت ان البيك فاليو لازم تبقى اقل من اي ار ال، مظبوط؟ ليه الكونديشن ده؟ احنا قلنا عشان تفضل في كلاس ايه. لو عملت لو ما عرفتش تحافظ على الشرط ده هتخش بقى ايه في كلاس حاجه تانية يعني. فيبقى الترم الاولاني ده برضو الماكسيموم بتاعه لازم يبقى اقل من واحد. طب انا عايز اوصل لايه في الاخر؟ انا عايز اوصل ان الترمين دول في بعض ضربهم اقل من واحد. فيبقى الماكسيموم افشنسي اللي هم يعني يوم ما يتمعظم هيبقى ده واحد، هيبقى انت ايه الافشنسي عندك واحد على اربعه اللي هي 25%. دي كده الماكسيموم افشنسي بتاعت كلاس اي باور امبليفاير. الافشنسي دي حلوه ولا وحشه؟ سيئه جدا، لان انت دافع كتير وبتاخد بس ايه ربع الباور اللي انت مستفيد بيه. دي حاجه سيئه. والحاجه الثانيه السيئه ان انت بتدفع نفس الباور ديسيبيشن حتى لو انت ما دخلتش سيجنال خالص يعني. ماشي، هنا بس دي عايزين نعمل اكسرسايز. احنا تقريبا عملنا معظمه بس دي بس تجميع يعني، دي نفس تجميع الرسومات اللي احنا عملناها. وتعالوا بقى نحسب الباور ديسيبيشن في كل ترانزستور. ماشي، احنا حسبنا اول حاجه من شويه الباور ديسيبيتد في كيو 1، حسبناها ولا لا؟ هي دي الباور ديسيبيتد في الترانزستور اللي فوق هو اي في سي سي على الاثنين، دي احنا لسه حاسبينها. وعايزين نحسب الباور ديسيبيتد في الترانزستور اللي تحت. انا بس عايز اعرف الباور ديسيبيتد في كل ترانزستور قد ايه يعني. فالباور ديسيبيتد في الترانزستور اللي تحت اللي هو كان الكرنت سورس ده هوت، هتحسبها ازاي؟ هتبقى نفس الكلام، هتقول الفولتج اللي عليه ان هو في اوت زائد في سي سي، يبقى ده كده الباور ديسيبيتد في كيو 2 بيساوي الفولتج اللي عليه في الكرنت. فالفولتج اللي عليه هيبقى في اوت زائد في سي سي مضروب في الكرنت المسحوب منه. الكرنت المسحوب منه هنا كونستنت، الكرنت اسمه اي. طيب ونفس الكلام انا عايز احسب الافريج باور. فانت هتلاقي ان ده كونستنت هتطلع في سي سي في اي، مظبوط؟ اللي هو الترم ده في الترم ده. واحنا حسبناها قبل كده 1000 مره ايه ان الافريج بتاع في اوت في اي. دي اللي احنا حسبناها قبل كده 1000 مره ان الافريج بتاع الفي اوت هيبقى بصفر. ليه؟ لان احنا الحاجات دي مش مسلمات، لان احنا عارفين ان الفي اوت دي كانت ساين والافريج بتاعها ايه بصفر، يعني يبقى الافريج بتاع في اوت مش
مش بيساوي صفر في اي حاله يعني. ماشي، يبقى الباور اللي رايحه في او بارتيسيبيتد في Q2 هي VCC في I. والباور ديسيبيتد في اللود، احنا عندك الفولت اللي عليها الماكسيمم كان VCC، هي ساين وليها ماكسيمم VCC، وعندك كارنت ماشي فيه في الريزيستنس برضه وقيمته VCC على RL. فانت عايز تحسب الباور عادي V في I، وبما ان دي ماكسيمم فاليو فانت هتقسم على الاثنين، هتبقى VCC في I على الاثنين. ماشي، والباور المسحوبه من السبلاي دي احنا حسبناها قبل كده، قلنا VCC في I من فوق وVCC من I في تحت، هيبقى لك اثنين. ماشي، هنا طبعا لو جيت تحسبها، لو قعدت تجمع الباور اللي يعني دي الباور التوتال المسحوب من السبلاي، هتلاقيها ان هي بتساوي الباور اللي رايحه في الترانزستور الاولاني زائد الباور اللي رايحه في الترانزستور الثاني زائد الباور ايه اللي رايحه في اللود. مفيش حاجه هتضيع يعني. في سؤال؟ عرفنا مشاكل كلاس A باور امبليفاير، اهم مشاكله ان انت بتصرف باور على الفاضي سواء استفدت منها او لا. طب عايزين نحل بقى ايه الموضوع ده. لقوا ان احنا ممكن نحل الموضوع دوت في كلاس B باور امبليفاير. لو بس نفتكر كلاس B باور امبليفاير ده كان شغال ازاي، تعالوا نبصوا على الويف فورم بتاعتنا كانت ماشيه ازاي. احنا قلنا كلاس B باور امبليفاير دي الخصائص بتاعته ان الكارنت اللي ماشي في الترانزستور بيبقى زي ما تقول ايه هاف سايكل، نص شغال ونص مطفي، نص شغال ونص مطفي. وقلنا كان حد سال طب هنعمل ايه في نص الباقي دوت، قلنا ان احنا لا، هو فعلا هيبقى في ترانزستور تاني شغال في النص التاني من السيركت. طب تعالوا بقى نشوف النهارده ايه السيركت اللي تعمل لنا كده. فادي كلاس بي باور امبليفاير، وتعالوا بقى نعمل له ايه اناليسيس زي ما عملناه. انتوا بتشوفوا احسن هنا ولا الناحيه الثانيه؟ هنا. طب ممكن تيجي الناحيه الثانيه. ماشي، تعالوا نرسم. ادي السكيماتيك. السكيماتيك هو عباره عن ايه، عندي ترانزستور ان بي ان ترانزستور، وفي ترانزستور ثاني ايه تحت PNB، وموصلهم ببعض بالشكل ده هوت، وبقول ان هو ده الانبوت بتاعي وادي الاوتبوت بتاعي رايح على RL، وادي الاوتبوت بتاعي من هنا VCC وماينس VCC. اي مساله باور امبليفاير انا عايز احسب فيهم ايه، عايز احسب كذا حاجه. عايز احسب الترانسفير فانكشن ان الاوتبوت ايه علاقته بالانبوت، دي حاجه، وعايز احسب الافيشنسي. طيب تعالوا نحسب اول حاجه مهمه الكاركترستيك بتاعته، وتعالوا نقسمها. يعني انا معتمد على امانتكم، ما تبصوش على الكيرف ده دلوقتي، الكيرف ده اللي هنوصل له في الاخر، فخلونا كده ايه نمشيها واحده واحده ونشوف هنوصل للكيرف ده ازاي. يعني تعالوا نقسمها مراحل. اول حاجه، اول مرحله، تعالى عند الفي اوت، او مثلا تعالى نقول مثلا ايه ان الانبوت بيساوي صفر. لو الانبوت بيساوي صفر على السيركت دهوت ايه اللي بيحصل؟ تعالى اول حاجه قبل ما نعمل، قبل ما نشوف الاوتبوت، ايه الريجن بتاعت الترانزستور دهوت؟ لو انا مثلا داخل لي زيرو، الترانزستور ده هيبقى اون ولا اوف ولا ايه بالظبط؟ هيبقى اوف ليه؟ هي صحيح، بس يعني لازم تبص على الاوتبوت، لان انت مثلا افترض ان ده صفر كويس وده اقل بكتير من 0.7، يبقى الترانزستور ده كان ممكن يبقى اون. بالظبط، سيمتريك هيبقى الاوتبوت بزيرو. دي فعلا حقيقه، بس تعالوا بقى نمشيها. يبقى انا بس اللي انتوا قلتوه صح، بس احنا عايزين نمشيها ايه بطريقه مور ريجروس، يعني طريقه اللي هي مش بمجرد النظر، يعني عايزين نثبتها يعني. فاحنا هنا قلنا عايزين نشوف ايه الاوتبوت لما الانبوت بصفر. ادي الانبوت عندك هنا بصفر. هنفترض زي ما بتحلوا في اي مساله، نفترض مثلا ان الترانزستور ده كان اوف. مش انتوا كنتوا بتعملوا كده في مساله امبليفاير في زمان، كنتوا بتبتدوا ريجن اوف اوبريشن، فهنفترض ان الترانزستور ده اوف. فلو ده اوف وده اوف مثلا، هيبقى الاوتبوت هيبقى بكام؟ هيبقى بزيرو، لان مفيش كارنت. فلو الاوتبوت بقى بصفر
خلاص يبقى اللي انت قلته صح ان في بي اي هتبقى بصفر واقل من 0.7 يبقى الكونديشن ايه متحقق ومظبوط. يبقى دي كده اول نقطه حسبناها النقطه اللي هي في النص دهيت ان في اوت بيساوي صفر عند الفي انبوت بيساوي صفر. والكلام ده هيفضل هو هو يعني انت لو زدت شويه بالانبوت بس ستيل اقل من الجنكشن دهيت اقل مثلا 0.5 او 0.7 الترانزستور ده لسه هيبقى اوف وده اكيد هيبقى اوف ليه لان انت عمال بتزود في الفولتج فده كان اوف لان البيس كانت اقل من الاميتر فانت عمال بتمشي في الدايركشن اللي هو مش عايزه فده هيفضل اوف. فدي كده ايه تفصلك قبل برضو هنا نرسمها بالتدريج اللي احنا هنا ادي الفي اوت وادي الفي انبوت فاحنا هنا غطينا المرحله دهيت اللي انت لغايه ال 0.5 ده لسه الاوت بصفر وكان نفس الكلام لو انت قللت الانبوت فولتج بس مش اكتر من 0.5 هيبقى كل حاجه ايه لسه اوف. يبقى احنا كده اتكلمنا على المرحله دي. طيب يحصل ايه بقى لو الانبوت دوت في انبوت بقى اكبر من في بي اي اللي هي مثلا وليكن 0.5 ولا 0.7 بقى بوزيتيف فاليو عمال يزيد ايه اللي هيحصل؟ الترانزستور ده هيحصل له ايه؟ ده كان اوف هيبقى ايه؟ هيفضل اوف ده هيبقى اوف اكتر لان انت عمال بتزود البيز ده فده كده هيبقى ستيل اوف يعني. والترانزستور اللي فوق دوت ايه اللي هيحصل له؟ هيبدا بقى ايه يترن اون مظبوط؟ طيب لما يترن اون يبقى خلاص يبقى احنا قلنا ان ده هيبقى اون وده هيبقى اوف. ده عند الكونديشن ان في انبوت ايه؟ اكبر من في بي اي. ايه علاقه الاوت بالانبوت؟ دي شبه اللي احنا حسبناها في الاميتر فولور عادي هنقول ان الفي اوت بيساوي الفي انبوت اللي هي في 1 ماينس في بي اي بتاع الان ده اهو. دي زي ما احنا شبه اللي احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت قلنا ان هي ايه ترانسفير فانكشن والجين بتاعها تقريبا بواحد ونفس الكلام وهتبدا ايه تزيد حاجه بالشكل ده اهو مظبوط. ونفس الكونديشن اللي احنا شبيه جدا اللي احنا ناقشناه المره اللي فاتت ان انت مش هتقعد تزيد كده ايه بشكل عشوائي لا انت هتوصل لمرحله اللي انت هتوصل فيها ايه ان الترانزستور هيبقى في الساتوريشن وكلمنا عنها ايه المره اللي فاتت قلنا ان هو هيوصل ل في سي سي الا حته بسيطه اللي هي في سي اي سات. نفس الكلام دوت خلوني بس اضيف نقطه كمان الكرنت هنا ماشي ازاي بالظبط الكرنت طالما ان ده الترانزستور ده اون فالكرنت هيبقى ماشي من الترانزستور دهوت وماشي في الريزيستنس تحت مظبوط يا شباب. ولو انت بصيت على بقى شكل الكرنت لان خد بالك من حاجه ان ده لسه احنا هنا بنتكلم على الانبوت هنا كان بوزيتيف تمام ده كاننا بالظبط شغالين في لو انت بقى حبيت تبص على الكرنت يعني اكنك ايه شغال في نص سايكل يعني واضح يا جماعه لان الترانزستور في الحاله دي لسه اوف. الكلام دوت هيتقلب لما نشوف الحاله الثالثه ان في انبوت هنا بقى هتبقى اقل من نيجاتيف في اي بي اللي هو بتاع الترانزستور الثاني دوت اللي هو في اي بي بي. لو انت بقى قعدت تقلل الانبوت ايه اللي هيحصل؟ لو قعدت تقلل الانبوت زي ما انت قلت هو تعالى بقى نحسبها من الاول يعني هو كان مثلا لو كان الانبوت كان بصفر كان الاثنين اوف فانت هتقعد تقلل الانبوت دهوت هتقعد تقلل في الانبوت دهوت ايه اللي هيحصل؟ الترانزستور اللي فوق دهوت لسه هيبقى اوف. فدلوقتي احنا بنناقش الحاله ان الفي انبوت عندنا نيجاتيف وعماله ايه بتزيد وهي نيجاتيف فهتلاقي ان الترانزستور دوت بقى اوف لان الفي بي اي اللي عليه اقل من 0.5 او 0.7 والترانزستور اللي تحت هيبقى اون. لو اون مش هيمشي فيه كارنت؟ هيمشي فيه كارنت كويس والكارنت ده هوت هيمشي فيه الريزيستنس دهيت مظبوط. طيب ولو جيت تحسب الترانسفير فانكشن بتاعته ايه علاقه الاوت بالانبوت عادي هتقول نفس الكلام هتقول ان هي عباره عن في انبوت
زائد في اي بي ده هي. دي في الحاله الثانيه ان لما يكون عندي الانبوت نيجاتيف. ونفس الكلام الكونديشن اللي هو هتقعد تقل لغايه امتى؟ لغايه لما الترانزستور دوت يبقى في الساتوريشن، ان هو بيحصل عندي نيجاتيف في سي سي زائد في سي اي او في اي سي سات. تمام. احيانا لو انتوا لاحظتوا ان هو لو انت مثلا الكلام ده داخل له ساين مثلا، فانت هتلاقي الساين دي مثلا جزء منها بوزيتيف، فالجزء البوزيتيف اللي فوق شغال وبعد كده الجزء اللي نيجاتيف اللي تحت شغال. ولو انت بصيت هتلاقي مره الكرنت بيتسحب من فوق ويمشي في الريزيستنس، ده بيسموها بوش، يعني الترانزستور بيبوش الكرنت في الريزيستنس. والنص الثاني لما احنا كنا في النيجاتيف كان الترانزستور اللي تحت ده هو اللي بيسحب الكرنت، فكانه بيبول اللي بيسحب الكرنت اللي جاي من الريزيستنس. ذلك التوبولوجي بيسموها احيانا بوش بول، اللي انت بتسحب ويعني واحد فيهم بيزق في نص سايكل والتاني ايه بيسحب الكرنت في النص الثاني يعني. فدي احد مسميات التوبولوجي دهيت. ده نفس الكونديشن اللي احنا قلناه. ما هو انت هتكتب نفس الكونديشن اللي احنا قلناه ان لازم في سي نعم. اول ايه اول كيس احنا قلنا في انبوت بيساوي صفر وفي اوتبوت بيساوي صفر. ليه هتساتوريت يعني في الاخر؟ ما هو ده نفس الكونديشن اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. يعني حتى في كلاس A باور امبليفاير السيجنال ما كانش بتزيد. ليه؟ لان انت لازم تطبق الكونديشن، لازم الترانزستور ده انت عايزه يفضل في الاكتف ريجن. واحنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت اللي انت لازم الفي سي اي بتاعته تبقى اكبر من في سي اي سات. مظبوط؟ وفي سي اي دي تفكها هتطلع لك الكونديشن ده هوت اللي انت لازم تبقى اقل من قيمه معينه يعني عشان الترانزستور ما يبقاش. هيكبر ايه؟ هيكبر هيروح فين بعد كده؟ لا ما هو عايز يكبر بس هو مش هيعرف يكبر لان انت عندك سبلاي معين فهو مش هيعرف يزيد عن السبلاي. واضح؟ ده سؤال حلو اللي هو هنا زميلكم اكتشف انت بتتكلم على المنطقه اللي في النص دي صح؟ دي سؤال كويس جدا. هنا معناه ايه؟ معناه ما اعرفش انا جاي عندي كويس انت هنا عندك الاجابه بتاعتك. دي ترانسفير فانكشن اللي احنا لسه حاسبينها. فرضنا مثلا ان الانبوت عندك داخل ساين ويف وعايز احسب الاوت. دي انت كنت بتعملها ازاي؟ كنت بترسم الانبوت على الكيرف اللي الاكسس اللي تحت ده هوت وتقول انا عندي ساين ويف عاديه كويس وداخله على الكيرف ده هوت. الاوتبوت هيبقى عامل ازاي؟ فلو انا انتوا بتعرفوا تقروا الكيرف ده على طول بالشباب بسرعه ولا ماشي؟ فهي هنا يعني طبعا انتوا يعني هنا مثلا ادي الانبوت اللي داخله اللي داخل الترانزستور عندي انا عامله الاكسس الثاني هنا بقى طاير وعايز احسب الاوتبوت ويف فورم هيبقى شكلها عامل ازاي. فلو انا مثلا الانبوت عندي كان صغير كان قيمه صغيره الاوتبوت هيبقى بكام؟ هيبقى بصفر. فالمفروض ده كان يعادل الحته اللي هي الصفر دهيت يعني ماشي. وبعد كده الانبوت هيقعد يزيد 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 فالاوتبوت هنا بيساوي ايه؟ اكننا قلنا الجين بتاعك واحد فهيطلع الاوتبوت هو ايه اكنه شبه الانبوت يعني هيقعد يزيد 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 وبعد كده الانبوت يرجع يقل تاني فهيقل لغايه لما يوصل لمرحله الترانزستور التو ترانزستور هنا بيترن اوف هيرجع تاني ايه بصفر الحته دهيت ويقعد يكمل حاجه بالشكل ده. فزميلكم هنا شاف ايه؟ قال طب ما في مرحله ان تو ترانزستور هيبقى ترند اوف وده معناه ايه؟ معناه ان انت مثلا لو السيجنال دي كانت بتمثل صوت مثلا ولا حاجه معناها ان انت لو كلمت بصوت واطي في الموبايل بتاعك اللي قدامك مش هيسمع لان الزون ده هي الديد زون الاوت على طول بصفر. ودي طبعا بتعمل ديستورشن لان انت دلوقتي ما بقاش عندك ساين نظيفه. فانت لو انت حسبت بخبرتكم في الفورير سيريز والفورير ترانسفورم هتلاقي ان الكلام ده ما بقاش ساين هيبقى فيه معاه هارمونكس ثانيه يعني فبيسموه كروس اوفر ديستورشن برضو.
ان الدستور السيجنال بقى ديستورتد نتيجه ان في فتره التو ترانزستور بقى بيترنوا فيهم اوف. هنتكلم على حل الكلام دوت، بس قبل ما نحلهم تعالوا نحسب الحاجه الثانيه برضو المهمه في الباور امبليفاير اللي هي الافشنسي. ازاي نحسب افشنسي في الحاله دهيت؟ احنا كده خلصنا الترانسفير فانكشن وعايزين نحسب الافشنسي. طيب تعالوا نبدا بالباور المفيده. الباور اللي مفيده هي الباور اللي رايحه لللود. احسب ازاي الباور اللي رايحه لللود؟ خلونا بس الاول نرسم الويف فورم. الويف فورم اللي رايحه لللود الكرنت، يعني هتلاقي احنا كنا قلنا ان انت لو عايز ترسم الكرنت اللي ماشي في اللود هتلاقي في نص سايكل كان ترانزستور اللي فوق شغال ونص سايكل ايه النص الترانزستور تحت شغال. انا بس عايز اوصل لايه؟ عايز اوصل ان اللود مش شايف ان في جزء مره مسحوب من اللي فوق ومره جزء مسحوب من اللي تحت. فالباور اللي ماشيه في اللود هتطلع هي هي، عندك لود ريزيستنس عاديه جدا وماشي عليها ساين ويف، فيبقى الباور هي في اوت بيك سكوير على 2 ار ال زي ما حسبناها في كلاس اي باور امبليفاير. احنا بس هنا عملنا ابروكسيميشن صغير اللي احنا اهملنا الحته اللي كان الاثنين فيهم بيترنوا اوف، ماشي؟ ده بس ابروكسيميشن. دي كده اول حاجه، دي اليوسفول باور. الحاجه الثانيه انا عايز احسب الباور سبلاي، ماشي؟ طب احسب الباور سبلاي ازاي؟ نفس الكلام، انا عندي اللي هو تو سبلاي، واحد من فوق واحد من تحت. بس في هنا حاجه بقى مختلفه، لو جيت احسب الكرنت اللي ما هو الباور المسحوب من السبلاي هو عباره عن زي ما احنا قلنا في سي سي في الكرنت اللي ماشي. طب وطبيعه الكرنت اللي ماشي المسحوب من السبلاي اللي فوق ده بيساوي ايه بالظبط؟ لو انا عايز ابص على الكرنت اللي مسحوب من السبلاي اللي فوق هو في الحقيقه نص سايكل، نص سايكل، والكرنت الماكسيمم بتاعه مثلا هي عباره عن الماكسيمم فاليو بتاعت الفولتج على الار ال. فهو الكرنت المسحوب من السبلاي اللي فوق نص فقط، نص وبعد كده بترن اوف. طب عايز احسب الافريج باور للكلام دوت، احسبه ازاي؟ نعم؟ كانك بتحسب الافريج في اي مساله في الدنيا، يعني اللي انت بتقسم على التايم وبعد كده بتعمل انتجريشن. ده اللي هو الديفينيشن بتاع الافريج يعني. فانت هنا لو عايز تحسب الباور اللي مسحوبه من السبلاي الاولاني هيساوي في سي سي، ده اللي هو الكونستنت، في انتجريشن بس من صفر بقى لتي على الاثنين علشان هي ساين بس في نص سايكل يعني. وهتقول الكلام دوت في اوت بيك على ار ال في ساين اوميجا تي وتعمل الانتجريشن دوت، هيطلع في الاخر ان هو بيساوي الافريج كارنت بس هيطلع في نفس الفاليو اللي هي البيك فاليو على باي. ده لو انت كملت الانتجريشن يعني. الحقيقه كان في طريقه ثانيه اسهل لو انتوا فاكرين فورير سيريس وفري ترانسفورم. الدي سي كومبوننت بالظبط، لو انت كنت عندك الفورير سيريس بتاع الكلام ده اهوت فانت كنت ممكن تاخد الدي سي كومبوننت هتطلع نفس الكلام، وانت حتى لو بصيت على المعادله هتطلع هي هي الدي سي. ما هي انا بتكلم بس لو انت مثلا عندك جدول ولا حاجه وعندك فرير سيريس او فرير ترانسفورم لسيجنال فممكن تقراها على طول، بس هي في النهايه نفس المعادله يعني. ماشي. فده كده الافرج كارنت المسحوب من السبلاي الاولاني، واحنا هنا نفس الكلام بالظبط، احنا عندنا 2 سبلاي، فانت يبقى التوتال باور هيتضرب في الكلام ده ايه؟ في 2. 2 في الكلام ده اهو. يبقى واضح؟ يبقى الافشنسي هتقول هي الباور المفيده اللي هي في اوت بيك سكوير على 2 ار ال على الباور المسحوبه من السبلاي، هيطلع لك الاكسبريشن ده باي في اوت بيك على 4 في سي سي. وزي ما احنا شفنا من ثواني ان في الكيرف اللي هو الترانسفير فانكشن اللي انا كنت كاتبها هنا ومسحتها ان الفي اوت بيك الماكسيموم بتاعها هو في سي سي ناقص في سي اي سات، فيبقى الترم دوت على طول هيفضل اقل من 1. الماكسيمم بتاعه هيبقى باي اوفر 4 اللي هي 78%. واضح يا شباب؟ يبقى ده كده الكونديشن بتاع الماكسيمم افشنسي. طبعا هنا نلاحظ ان الافشنسي زادت جدا يعني، فده
وكان السبب بتاعها لو انت بصيت على السيركت يعني قلت يعني ايه اللي حصل في السيركت، ان انت لو انت ما دخلتش سيجنال للباور امبليفاير دهوت فهو ما بيسهلكش باور. واضح؟ فهي ده ايه السبب ان الافشنسي اتحسنت جدا. يعني تكملة للحسابات عايزين برضو نحسب الباور ديسيبيتد في السيركت. انا حسبت الباور سبلاي وحسبت الباور اللي راح لللود، وعايزين بقى نحسب الباور ديسيبيتد في الترانزستور. يعني احنا في سؤال، لو في سؤال سألهول يعني. افشنسي ليه مش 100%؟ الباور ما حلو بقى، ما ده السلايد دي. ما هو دلوقتي انت عندك ايه؟ انت عندك الباور. زمايلكوا هنا شباب بيسال الفرق ده راح فين يعني، وده شبيه اللي احنا ناقشناه برضو المره اللي فاتت، بتتحول لهيت في الاخر. بس انت دلوقتي عندك باور مسحوبه من السبلاي كويس، وباور تانية رايحه لللود. طب الفرق ما بينهم ده بقى رايح فين؟ ده هيبقى ديسيبيتد في السيركت. احنا في كلاس ايه باور امبليفاير قعدنا نمشيها بالتفصيل، قعدنا نقول مثلا ايه الباور الديسيبيتد في الترانزستور الاولاني، وبعد كده حسبنا الباور ديسيبيتد في الترانزستور الثاني وهكذا. بس هنا ممكن نمشيها اسرع، مش لازم نمشيها بقى ايه واحده واحده. انا لو انا طرحت على طول الباور اللي داخله للترانزستور اللي هي مسحوبه من السبلاي ناقص الباور اللي رايحه لللود، الفرق ده هو هيبقى ديسيبيتد في السيركت اللي هو ماشي في الترانزستور، وده في الاخر هيتحول لهيت، هنتكلم عنها كمان شويه في الاخر يعني. فلو انت مشيت بالمعادلات هيطلع لك الباور ديسيبيتد في السيركت هي الايه المعادله دهيت. وعلى فكره انت فعلا لو انت مش مدخل السيجنال الفي اوت بيك بصفر هتلاقي الباور بيساوي صفر. هنا احنا رسمنا المعادله دهيت، فانت عندك الباور ديسيبيتد هي هنا بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على في سي سي، بتعتمد هنتكلم عنها دلوقتي. فهنا بس يعني احنا هنا ماشيين اول رياضه، فانت هنا بتقول الاكسبريشن بتاع الباور ديسيبيتد في السيركت بيساوي الاكسبريشن دهوت، والاكسبريشن ده لقينا ان هو بيعتمد على الامبليتيود بتاع السيجنال اللي هو في اوت بيك، وبيعتمد على حاجات ثانيه ايه كونستانت في سي سي وار ال وهكذا. وبعد كده رسمنا الباور ديسيبيتد فيرسس الفي اوت البيك فاليو بتاعت الفي اوت، وطلع حاجه بالشكل ده. تعال بقى نفهم الكيرف ده معناه ايه. يعني ده الاكسبريشن الرياضي بيقول ان هو ايه ان الباور ديسيبيتد المفروض تطلع بالشكل ده. الشكل ده معناه، تعال بقى نمشيها واحده واحده. لو انت مش مدخل سيجنال فالباور ديسيبيتد بصفر، فدي حاجه حلوه لان انت ما بتصرفش باور على الفاضي. وبعد كده لقينا ان الباور ديسيبيتد دي الرياضه بتاعتها بتقول لك ايه، ان القيمه دي ليها ماكسيمم، الباور ديسيبيتد دي ليها ماكسيمم، والماكسيمم ده تجيبه ازاي من الرياضه؟ بتفاضل وبتساوي بالصفر. فانت لو فضلت وساويت بالصفر هيطلع لك ان الماكسيمم ده بيحصل عند البيك ده هات 2 في سي سي على باي، ماشي؟ وممكن ترجع تعوض في المعادله تاني وتحسب بقى ايه الباور ديسيبيتد في الحاله دهيت بكام. دي اللي هي الباور ديسيبيتد عند القيمه دهيت، ماشي؟ لسه هنا ده كونديشن، يعني ده جاست كونديشن ان هو بيقول لك ايه الكونديشن على السيجنال اللي هي تحرق باور كتيره في السيركت. لو جيت بقى ترجع تاني، ما احنا عندنا اكسبريشن للافشنسي. لو جيت تعوض في الاكسبريشن بتاع الافشنسي هتلاقي ان الافشنسي عند النقطه ده هي 50%. كويس؟ هنا في حته ممكن تبقى خادعه شويه. هنا الكونديشن اللي الترانزستور فيه عندك بيحرق باور عاليه مش هو الكونديشن بتاع الماكسيمم افشنسي. واضح يا شباب؟ يعني احنا هنا لقينا بالرياضه ان عند القيمه ان الترانزستور بيقعد يحرق باور، يقعد يحرق باور تزيد تزيد تزيد، والافشنسي بيزيد لغايه ما توصل الافشنسي 50% ويحرق اعلى باور. وبعد كده لو السيجنال زادت هتلاقي ان الابو سيجنال عماله بتزيد عادي، والافشنسي عماله بتزيد تكمل لغايه لما توصل للبيك بتاعتها اللي احنا لسه حاسبينه دلوقتي اللي هو 78%، والباور ايه بترجع تقل تاني شويه يعني. ماشي؟ فاحنا كده يعني زي ما نكون شرحنا اللي بيحصل في السيركت. سؤال؟ اي سؤال؟ في هنا بس حته لو انت
بالديزاين السيركت ده. هي الكيرف ده معناه ايه في الحقيقه؟ الكيرف ده معناه ان انت هتحرق باور في السيركت كتيره عند الكونديشن ده هوت والباور. نعم؟ لا ده مش نورمال ديستريبيوشن خالص. ماشي. بالظبط. بس اللي قل ده ايه؟ الباور هي اللي بتقل. يعني الباور ديسيبيتد هي اللي بتقل بس الافشنسي لسه بتزيد عادي يعني. واضح؟ هو بس الحته البراكتيكال اللي انت لو بتعمل ديزاين لحاجه زي كده الامبليفاير زي كده لازم تاخد بالك ان الترانزستور اقصى تمبريتشر هتحصل امتى؟ لان دلوقتي اقصى تمبريتشر اللي هو الترانزستور هيسخن قوي لما يحرق باور عاليه، وده هيحصل هنا عند الافشنسي بيساوي 50%. فانت ما تتخدعش اللي انت تقول ايه انا عايز اشتغل عند الافشنسي العاليه واحسب الثيرمال كونسيدريشن عند الكونديشن ده. ليه؟ لان انت عشان توصل للكونديشن ده هو على افشنسي انت اكيد في وقت ما هتعدي ب سيتويشن ان الباور فيه تبقى عاليه والحراره هتبقى عاليه، يبقى انت لازم تشتغل على الورست كيس يعني. نعم؟ بالظبط. دي بقى هنتكلم عليها، يعني ايه تبرده ازاي وايه الثيرمال كونسيدريشن. يعني ان انت لازم، بس هو البوتوم لاين ان انت عايز الترانزستور ما يتحرقش كويس او يحصل له ديجريديشن يعني. ماشي. لو ايه؟ لا في سلايد هنتكلم فيها على المصفت. صحيح، بس هي الفكره مش كده. الفكره اللي انت عندك الفي سي سي دي بتبقى ليميتد. يعني انت في النهايه الفي سي سي دي هتيجي منين؟ حلو، انت عندك ترانزستور وعايز تحط الفي سي سي عليه، الفي سي سي دي بكام؟ يعني هل ممكن تحط مثلا 100 فولت؟ ليه؟ نعم؟ بالظبط. لان انت دلوقتي انت عندك الفاوندري اللي هو بيصنع الترانزستور بيقول لك مثلا ان الترانزستور ده يستحمل 4 فولت، فانت مش هتعرف تعلى عن قيمه معينه، بس انت طبعا بتبقى نفسك ان القيم دي تبقى عاليه جدا يعني. وفعلا دي حته براكتيكال هتلاقي في تكنولوجي بتبقى مخصصه للباور امبليفاير. يعني زميلكم هنا سال هو كله بي جي تي؟ لا، هو البي جي تي فيه ميزه ان هو بيستحمل باور اعلى. يعني انت لو بصيت على البريك داون فولتج، بريك داون فولتج دي اللي هي اقصى فولت يقدر يستحمله، هتلاقي في البي جي تي اعلى بكتير ايه من الموسفت ويقدر يستحمل كارنت اعلى. فده بطبيعته هتلاقوا ابلكيشن كتيره للباور امبليفاير شغاله بالبي جي تي يعني. وفي طبعا تكنولوجي بتبقى مخصصه زي الجان مثلا بتبقى تستحمل فولت عالي جدا يعني، فهي فعلا هيقدروا يجيبوا منها باور عالي. ماشي. عايزين بقى نشوف حلول. احنا كده اتكلمنا على السيركت وعرفنا بتشتغل ازاي وحسبنا الافشنسي، بس عرفنا ان فيها مشكله ان احيانا التو ترانزستور بيبقوا تيرند اوف، وقلنا لا ده الكلام ده مش عايزينه عشان هيعمل لي ايه؟ لينيارتي بروبلم وكروس اوفر ديستورشن. عايزين نحل المشاكل دي، نحلها ازاي؟ حد عنده اقتراحات؟ نقلل في بي اي، في بي اي دي ثابته، افترض ان هي ثابته. نحط قريت السلايدز ولا جبتها من دماغك؟ نعم؟ مش مشكلة. هي فعلا دي الإجابة، بس يعني في كذا حل، في حلول كتيرة. دي مشكلة إن أنت توزع السلايد قبل المحاضرة. لا مش مشكلة، أنا بس يعني أنا بحب تمشي في ثوت بروسس اللي أنت أكنك ما تعرفهاش. بس ما علينا، في حلول كتيرة. أحد الحلول عايزين البشاورة. احنا اكشلي الصوره دي حلوه. انت في النهايه انت قلت ايه؟ انت عايز الانبوت بتاعك انت عايزه مثلا يبقى بلس او ماينس في بي اي كويس عشان الترانزستور واحد فيهم يبقى تيرند اون. ده الكلام اللي احنا شرحناه هنا. طيب يبقى انت عايز مثلا عشان بس البدايه بتاعته تبقى صحيحه عايز بلس ماينس في بي اي اللي هي 0.7. طيب خلونا كده نفكر نحل مشكله. احد الحلول للمشكله دي نحلها ازاي؟ طب انا مثلا عايز بلس ماينس في بي اي. طب انا لو حطيت امبليفاير والامبليفاير دوت
المطلوب منه انه يطلع بلس ماينس في بي اي. يبقى انا الامبليفاير دوت اللي داخل له هيبقى ايه؟ واضح ولا لا؟ يعني انت عايز هنا بلس ماينس في بي اي عشان بس يعديك الحته الاولانيه اللي هي اللي هما كانوا ترانزستورز فيهم كانوا اوف. كويس. فلو انت حطيت امبليفاير قبلها هتلاقي ان الانبوت اللي انت عايزه هيبقى بلس ماينس في بي اي ابروكسيميتلي على الجين. مظبوط. يبقى انت كده حليت المشكله دي ولا لا؟ قللتها، لان انت بدل ما كان عندك الترانسفير فانكشن اللي احنا كنا رسمناها في المكان ده كانت كده وبعد كده كده لا، ودي كانت في بي اي. لا، الكلام ده دلوقتي هيبقى في بي اي على الجين. فلو الجين بقى كبير جدا هتبقى ايه؟ هتبقى الحته دي صغيره جدا، وبالتالي يبقى مش هتحس بالكروس اوفر ديستورشن خالص يعني. بس الكلام دوت يعني شرح، يعني انا بقول لك هتحط امبليفاير والاوتبوت بتاعه ايه، بس الكلام ده يعني ايه محتاج بس تكمله للسيركت يعني. فلو ده مثلا فرضنا انه اوب امب من المحاضره اللي هي اللي قبل اللي فاتت، لو فرضنا ان ده امبليفاير، فانت عشان بس انتوا عارفين احنا قلنا الكونديشن بتاع الامبليفاير عشان يبقى في بلس بيساوي في ماينس والحركات دي كان ايه، ان انت لازم يبقى عندك نيجاتيف فيدباك. فعشان كده هتلاقي ان السيركت فعلا فيها فيدباك بالشكل ده هو. كويس. يبقى احنا كده عرفنا ايه فايده الامبليفاير دوت. ممكن تبص لها يعني، انا شرحتها لكم بس زي ما تقول ايه بالبق. انت عايز هنا في النهايه يبقى بلس ماينس في بي اي. يبقى انت لو انت رجعته خطوه قبل الجين هيبقى انت عايز بلس ماينس في بي اي بس مقسومه ايه ابروكسيميتلي على الجين. الكلام ده كنت على فكره ممكن تفهمه بطريقه تانية. مش ده اوب امب وافترض ان الجين عندك بانفينيتي، وده نيجاتيف فيدباك ولا لا؟ ده نيجاتيف فيدباك. طيب يبقى احنا مش احنا قلنا ان في حاجه اسمها فيرتشوال سيركت، يبقى كان في بلس بيساوي في ماينس. طب وفي بلس هنا بيساوي ايه؟ بيساوي في انبوت. يبقى انت هتلاحظ ان الفي بلس بيساوي في انبوت، في بلس بيساوي في ماينس، وفي ماينس هي الاوتبوت. فانت كانك بتقول ان الفي اوتبوت بيساوي الفي انبوت. حلو يا شباب. يبقى كده ايه، كانك طريقه ثانيه عرفت دور الامبليفاير دوت بيشتغل ازاي. يعني هي كل سيركت في الدنيا انت ممكن تفهمها باكتر من طريقه. كويس. فانت شوف الطريقه اللي تريحك ايه، وفي طريقه يعني بتعرفها بس للفه، وفي طريقه بقى اللي انت عايز تحل مسائل يعني اللي انت تحسب فيها اكسبريشن وكده يعني. فاحنا هنا غطيناها باكتر من طريقه، اللي انت يعني من ناحيه الاوب ام ابلكيشن او كونسبشوالي كده، اللي انت تقول المطلوب هنا اكيد هيبقى هو هنا بس مقسوم على الجين لو عايز تفهم السيركت يعني. طب اسالكم سؤال. طب احنا دلوقتي خدنا امبليفاير قبل كده وقلنا ان انت لو انت خدنا بافر، طب ايه فايده السيركت دهيت؟ طب انا كنت ممكن احط اشغل الامبليفاير ده وخلاص، اقول في بلس بيساوي في ماينس بيساوي في اوت وخلاص، وفي اوت بيساوي في انبوت وانتهى الموضوع. ليه بقى؟ ايه فرق اللي انا او ايه الاستفاده اللي انا خدتها لما حطيت السيركت دهيت؟ الار اوت وايه تاني؟ مش هيبقى كلاس بي. ايه تاني؟ هي مش افشنسي قوي، بس هي الفرق الجوهري ان انتوا في جميع الامبليفيرز اللي فاتت احنا كنا بنفترض ان هي ان مثلا الامبليفيرز اللي انتوا شغالين بيها ما بتسبورتش باور عاليه. كويس. فهو ده الفرق. لو انت استخدمت باور امبليفاير تعبان وما فيهوش اوتبوت ستيج محترمه مش هتعرف تاخد منها الباور اللي انت عايز. في اوت صحيح ان هي تساوي في انبوت، بس مش هتعرف تزيد بقى ايه عن قيمه معينه، يعني انت مش هتعرف تديليفر الباور اللي انت عايزها يعني. فانت كده لا، يبقى انت كده مش باور امبليفاير يعني. كويس. واضح يا شباب النقطه دهيت؟ دي طريقه. الطريقه الثانيه اللي زميلكم شافها في السلايدز، قال لك خلاص انا ممكن احلها بطريقه ثانيه. انا هعمل ايه؟ هنحط بطاريه. البطاريه دهيت زي ما هنشوف في السيركت ان هي تخلي لي التو ترانزستور دولت اون. فزي ما تكون ايه؟ زي ما تكون هتزق المرحله بدل ما هم كان في ديد زون اللي احنا اتكلمنا عليها وقلنا التو ترانزستور هيبقوا اوف، لا انا هعمل لهم بايسنج بطريقه، هحط البطاريه دهيت وهنشوف دلوقتي الاناليسيس. بس لما نحط البطاريه هتلاقي الترانزستور تو ترانزستور
هيبقوا ايه؟ هيبقوا اون. وبالتالي لو هما الترانزستور اون يبقى انت كده مش هتعدي بالمرحله اللي هي ايه الديد زون اللي احنا قلنا عليه. تعالوا نعمل لها اناليسيس تاني بسرعه. دي بقت ملوثه فتعالوا. طب ايه مشكله الحل الاولاني اللي هو كان فيه اوب ام دوت؟ في مشاكل كتيره. المشكله ان هو انت بقيت بتحرق باور اعلى في الاوب ام، فده ممكن يقلل لك الافيشنس زي ما حد فيكم قال. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انت طالما عندك فيدباك يبقى انت لازم تهتم بقى ايه بالاستابيليتي والسرعه. السيركت هتلاقيها بطيئه مثلا وممكن تبقى فيها مشاكل استابيليتي، لازم تاخد بالك منها يعني. فده حل يعني مش سهل قوي. الحل الثاني نمشي بس بالتدريج. هو طبعا ده يعني بس عشان نفهم الفكره ان انت تحط بطاريه. طيب البطاريه حطيت بطاريتين في بي بي على الاثنين وفي بي بي على الاثنين، وهنا داخل لك الانبوت عادي. طيب تعال بقى نشوف ايه الكونديشن. عايزين نحسب الترانسفير فانكشن تاني. لما امتى الاوتبوت يبقى بيساوي صفر؟ تعال نشوف الكيس 1. انا بس هنا حاسس ان الاوتبوت بيساوي صفر اسهل في الاناليسيس. يعني امتى ايه اللي هيحصل في السيركت لما الاوتبوت بيساوي صفر؟ الانبوت هيساوي كام الاول؟ نعم؟ الانبوت هيساوي بي بي؟ لا. طب خلاص تعالوا نحسبها بقى. تعالى نشوف، انا بقول عند كونديشن معين لما الاوت بيساوي صفر، لما الاوت مش في اي حاجه، الاوت بيساوي صفر. عايزين نعرف حاجتين، عايزين نعرف الانبوت بيساوي كام كويس، وعايزين نعرف السيركت بتشتغل ازاي يعني. ف دي ال ان بي ان بالظبط. لا لا لا، واحده واحده هنمشيها بالتفصيل. احنا عايزين نعرف الفي انبوت بيساوي كام. طيب احنا هنا قلنا الفي اوت بيساوي صفر. الفي اوت بيساوي صفر معناها ان الاي ال بيساوي صفر. متفقين شباب؟ نركز مع بعض. الاوت بيساوي صفر معناها ان مفيش كارنت ماشي في اللود ريزيستنس. بس ده معناه ان الكارنت اللي فوق بيساوي صفر؟ لا، هو ده معناه ان الكارنت اللي فوق اللي هو مثلا اسمه اي ان بيساوي الكارنت اللي تحت اللي هو احنا كنا مسمينه ايه؟ اي بي. بس مش بالضروره ان هما الاثنين بيساوي صفر. فدي معلومه ان اي ان بيساوي اي بي. طب هو الكارنت ده بيساوي ايه من معادله الترانزستور العاديه؟ الاكسبوننشال عادي. اي يعني انا هنا ممكن اقول ان اي ان بيساوي اي اس في اي اس في بي اي على في تي. ده بيساوي اي اس بتاع الترانزستور اللي تحت كويس في اي اس في اي بي على في تي. فانت المعادله دي لو فرضنا ان التو ترانزستور ايدنتيكال، هم مش ايدنتيكال بس هنفترض ان هم ايدنتيكال، هتلاقي ان الاي اس هتكنسل وهتلاقي ان الفي بي اي بتاعه الان ترانزستور بتساوي الفي اي بي بتاعه البي ترانزستور. تمام؟ يبقى دي كده ايه معلومه. الفي بي اي بتاع الاخ دهوت بيساوي الفي اي بي بتاع الترانزستور اللي تحت. ماشي. في حاجه ثانيه برضو ممكن نكتبها، ممكن نكتب كي في ال هنا. كي في ال اللي هنا دي هتقول ايه؟ هيبقى عندك في بي بي اللي هو مجموع الاثنين دول يعني في بي بي على الاثنين وفي بي بي على الاثنين بيساوي ايه؟ بيساوي فولتج ده زائد فولتج ده. هتساوي في بي اي ان زائد في اي بي بي. طب واحنا لسه قايلين الاثنين دولت بيساووا بعض كويس، يبقى هتلاقي ان انت هنا ممكن تقول ان في بي اي ان بتساوي في اي بي بي بيساوي ايه؟ في بي بي على الاثنين. واضح يا شباب المعادله دي؟ ده كده ولسه احنا عند كونديشن واحد ان الاوت بيساوي صفر. طيب هو الاوت بيساوي صفر، تعالى كده نكتب معادله الاوت. معادله الاوت بتساوي ايه؟ معادله الاوت بتساوي
V input زائد VBB على الاثنين ناقص الفولت ده مظبوط ناقص VBE N. طب وفي الحالة دي احنا قلنا ان VBE N بيساوي كام؟ بيساوي VBB كويس؟ يبقى ده هيكنسل ده، يبقى الفي انبوت بيساوي كام؟ بيساوي صفر. يبقى عند الاوتبوت بيساوي صفر، الانبوت هيساوي الصفر في الحاله دهيت. بس التو ترانزستور اون وماشي فيهم كارنت اللي احنا لسه كاتبينه اللي هو القيمه دهيت. الكارنت ده هو بيسموه كويسنت كارنت، وقيمته اللي احنا لسه ايه حاسبينها اي اس في اي اس في بي اي واي واحده فيهم اللي هي بتساوي في بي بي على الاثنين في تي. يبقى ده كده ايه الكارنت اللي ماشي لو انت مش مدخل سيجنال يعني التو ترانزستور اون. تعالوا بقى نحل المساله ان جنرال. لو الانبوت ما بيساويش صفر الاوت مش هيساوي صفر، ايه بقى المعادلات اللي تحكمني ان جنرال كيس؟ تعال نشوف دلوقتي. خلاص الحاله اللي احنا هندرسها يا شباب ان في اوت ما بقاش يساوي صفر، وبالتالي اللود كارنت مش هيبقى بيساوي صفر، فدي الحاله الجنرال. عايزين بقى نشوف ايه المعادلات اللي تحكمنا في الحاله دي. المعادلة دي امسحها ولا خليها؟ المعادلة دي امسحها ولا خليها؟ لأن هي المعادلة دي هتفضل valid. هنا كتبت كي في ال بس، فأنا قلت الـ VBB هو VBE بتاع الراجل ده زائد VEB بتاع الراجل ده، فالمعادلة دي هتبقى still valid in general case يعني. وبعد كده أنت ممكن، أنتوا عارفين إن أنت ممكن تحول الـ فولت تكتبه بدلالة الكرنت، فانت هتلاقي ايه؟ هتلاقي المعادله دهيت ان انت ممكن تقول ان في تي لين اي ان على اي اس زائد في اي بي اللي هي المعادله المكتوبه هناك في تي لين اي بي على اي اس بيساوي الفي بي بي، والفي بي بي دهيت كونستانت احنا كنا لسه حاسبين قيمته دلوقتي زي البطاريه. وقيمته هتطلع ايه؟ اللي هي بدلاله الكويسنت كارنت، ممكن تكتبها بدلاله الكويسنت كارنت. دي معادله بتربط لك الاي ان بدلاله الاي بي. طيب انا عايز كمان معادله علشان اعرف قيمه الاي ان لوحدها كام والاي بي لوحدها كام. المعادله الثانيه هنجيبها منين؟ انا بس قبل ما انتقل للمعادله الثانيه، انت دي ممكن تكتبها بس بصوره مبسطه من قوانين اللين. ممكن تقول لا خلاص هبسط شويه ان هي تبقى اي ان في اي بي بيساوي اي كيو سكوير. انت عارف ان لين ايه بلس بي لين اي بي هي بتساوي لين اي بلس لين بي ماشي؟ فيبقى دي كده بس معادله نفس المعادله دي بس مكتوبه ايه بطريقه ثانيه. المعادله الثانيه كي سي ال، فالمعادله كي سي ال اللي هي اي ان بيساوي اي بي بلس اي ال دي هتفضل فاليد على طول، بس ما تحطش بقى الاي ال بصفر يعني. ماشي، يبقى انت هنا عندك معادلتين حلهم مع بعض وتقدر تجيب معادله واحده فيها اي ان وتعرف تحسب قيمتها. لو حسبت قيمه اي ان يبقى انت كده خلصت المساله، تعرف تحسب بقى كل حاجه. عندك اي ان ممكن ترجع تعوض تاني وتحسب اي بي وتعرف تحسب ايه اي حاجه تانيه في المساله يعني. ماشي، البطاريه احنا كده اتكلمنا على الكونسبت. تعالوا بقى نشوف، تعال نشوف البطاريه دي هنعملها ازاي. هل البطاريه دي حل براكتيكال ولا لا؟ نعم؟ لا مش براكتيكال. بص على الموبايل، البطاريه اللي في الموبايل بتاعك بطاريه كبيره قد كده، هتقعد بقى في كل سيركت تقعد تحط 7000 بطاريه؟ لا طبعا. طيب فاحنا عايزين نشوف امبلمنتيشن للبطاريه، بس يكون امبلمنتيشن اذكى يعني. فاحد الامبلمنتيشن ان احنا ممكن نشيل البطاريه ونحط مكانهم دايود ونمشي فيه كارنت. فيبقى هنا انا البشاوره رميتها في حته. حد عنده اي سؤال لغايه دلوقتي؟ احنا يعني في الكام سلايد اللي جايين هنشوف، لا احنا مش عايزين نحط بطاريه، احنا عايزين نحط بديل للبطاريه بس ما يكونش ايه مكلف يعني ويكون منطقي. فالمساله دهيت انت اللي فكر فيها قال لك خلاص انا هجيب تو دايت والدايت ده همشي فيه كارنت، فالكارنت ده هوت سوري هجيب كارنت يمشي فيه التو دايس دولت، والتو دايس دولت هيبقى عليهم فولتج دروب.
والفولتج دروب ده هوت هسميه في بي بي، ده اللي انا كنت بدور عليه. يعني انا لو عايز اربط السيركت ده هيت بالسيركت اللي فاتت هقول ان انا في بي بي بتساوي في دايت 1 زائد في دايت 2. دي الفي بي بي اللي انا عايزها وبتساوي في دايت الاولاني زائد في دايت الثاني. ماشي، دي حاجه. الحاجه الثانيه يبقى كده وجدنا بديل للبطاريه باستخدام الدايت. طب انا دلوقتي عايز اعمل ديزاين، فالديزاين انا عايز امشي كارنت معين في الترانزستور اللي احنا سميناه كويسنت كارنت. وايه العلاقه ما بين الكويسنت كارنت والكارنت اللي ماشي في الدايود؟ الريشيو ما بينهم هي ايه؟ الريشيو ما بينها ايه؟ مش هتاخد كارنت ميرور؟ يعني انت لو انت عندك دايود كويس وماشي فيه كارنت، طيب انا لو هنا مثلا فرضت ان الاريا بتاعت الترانزستورز دهيت اللي هي كيو ان وكيو بي ضعف الاريا بتاعت الدايود دهيت دي 1 ودي 2، مش كده هيبقى الكارنت اللي ماشي في الترانزستور ده ضعف الكارنت اللي ماشي في الدايود؟ نعم؟ لو فرضنا، لو فرضنا ان هم زي ما تقول ايه؟ لو فرضنا ان هم ايدنتيكال بس الفرق في الاريا، يعني انت لو فرضت مثلا انت هنا عندك دايود مثلا والبارامترز بتاعته شبيهه للبارامترز بتاعت الترانزستور، الفرق بس اللي انت مثلا ايه الاريا بتاعت الترانزستور دوت ضعف الاريا بتاعت الترانزستور بتاعت الدايود ده. ما خد بالك ان الدايود ده في النهايه ممكن يبقى داي كونكتد ديفايس، يعني ممكن الدايود ده اعمله كده اللي هي الطريقه اللي انتم متعودين عليها. يعني انا ممكن بدل ما ارسمه كانه دايود اعمله حاجه بالشكل ده اهو. كويس، فانا لو فرضت ان البارامترز بتاعت الدايود اللي هي الاي اس والحاجات ده هي بتساوي البارامترز بتاعت الترانزستور بس الفرق بس اللي انت بتلعب في الاريا اللي انت بتضاعف مثلا الاريا بتاعه الترانزستور، يبقى هتلاقي الريشيو ما بين الكرنت الريشيو بتاعه الكرنت هيت هي الان، والان ده هيت هي الاميتر اريا الريشيو ما بين الاميتر اريا. واضح يا شباب؟ نعم. مظبوط مظبوط. احنا هنا برضو مهملين البيتا، يعني هنا مفترضين ان البيتا هنا بانفينيتي فالكرنت اللي ماشي هو ماشي في الدايس بس، يعني فدي فعلا عندك حق. كويس. طيب الاي بايس دوت عايز اكبره ولا اصغره؟ ليه؟ طب خلونا نسالها بطريقه ثانيه. انت هنا عندك كرنت اللي هو اسمه كويسنت كرنت وده كرنت ثابت، افترض اللي انت عايز تحققه. انت ممكن تحققه مثلا بقيمه معينه للان وقيمه معينه للاي بايس. فانت لو مثلا عندك مثلا اي بايس 1، لو فرضنا مثلا ان ان بواحد مثلا، ان انت خدت نفس الاريا، دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاجه سيئه جدا طبعا. ليه؟ لان انت بتحرق باور مش مستغلها، فده يقلل لك الافشنسي على طول. فانت يبقى من مصلحتك ان الدايس دولت يكونوا صغيرين جدا. الدايس دول لما يكونوا صغيرين جدا الان دهيات هتبقى كبيره جدا، فيبقى معناه ايه؟ معناه ان انت هتجيب نفس الكرنت اللي انت عايزه بس بتحرق باور صغيره في التو دايتس، ودول اللي انت عايزه، انت مش عايز تحرق باور عاليه في الدايتس. واضح يا شباب؟ لا، البطاريه دي هتعملها ازاي في الحقيقه؟ بص للموبايل بتاعك، البطاريه اكبر حاجه في الموبايل، فانت مش عايز تجيب بطاريه لكل سيركت. الحجم والتكلفه ويعني هتبقى معقده يعني. فقارنها ده مثلا بالدايت، الدايت ده يعني حاجه اللي هي لاتوره يعني ماشي، فيها امبلمنتيشن، ده موضوع امبلمنتيشن يعني. لو انت في المعمل ممكن تعملها عادي ببطاريه يعني. بس عاده الناس بتحب توحد الدنيا اللي هي تبقى شغاله بسنجل سبلاي، وما تقعدش بقى ايه تجيب هنا مثلا سبلاي مختلف للسيركت دهيت مختلف عن سبلاي للسيركت دهيت، دي حاجه بتبقى مش عمليه يعني. الحقيقه انت ده ابروكسيميت، بس انت لو عايز تحسبها اكزاكت هتمشي بقى بالمعادله، هتقول مثلا اي بتساوي اي اس في اي اس في بي اي على في تي، وعندك كرنت معين فانت ممكن تحسب في بي اي اكزاكت بكام يعني. ماشي،
هنا في كونديشن على الاي بايس عشان السيركت دي تبقى شغاله صح. ايه هو الكونديشن؟ هو كونديشن بسيط. كونديشن بكل بساطه ان انت الكرنت اللي هو اسمه اي بايس لازم يبقى اكبر من الكرنت اللي ماشي في التو دايس عشان يشتغل كبطاريه يعني، زائد الكرنت اللي ماشي في البيز اللي هي الباشمهندسه هنا قالت لا في بيتا وبتاع. فهو فعلا انت هنا بقى لو عايز تتكلم اكزاكت يبقى الكرنت ده جزء منه هيروح للترانزستور اللي هو في شكل بيس كرنت، وجزء تاني هيروح للدايس دولك عشان يعملوا لك جنريشن للبطاريه يعني. فده الكونديشن علشان should be greater than the maximum of IPM. ده الكونديشن عشان الدايره تبقى شغاله مظبوط. في طريقه تانية بديله برضو للبطاريه، قال لك ايه؟ قال لك خلاص انا هحط السيركت دهيت دي بيسموها في بي اي مالتبلاير، وانا اعرف اسمها ليه في بي اي مالتبلاير في ثانيه، بس الدايره دي بقى شغاله ازاي؟ تعال نشوف الدايره دي شغاله ازاي. انت هنا عندك اي بايس، اي بايس دوت لما يخش فيه عندك كي سي ال، فجزء منه هنسميه اي ار في البرانش دهوت كويس، وجزء تاني هنسميه اي سي اللي هو كوليكتور كارنت اللي ماشي فيه الترانزستور. هنفترض لثانيه ان مفيش بيس كارنت، يعني دايما لما تحب تفهم مساله لاول مره حاول تبسطها على قد ما تقدر. فلو قلت مثلا مفيش بيس كارنت، اي ار دهوت مش هو نفس الكارنت اللي هيمشي في الار 1؟ طيب والفولتج دروب على ار 1 ده بيساوي ايه؟ ايه اسهل من الفولتج ديفايدر؟ يا جماعه حاجه اسهل من كده بكتير. هو الفي بي اي يا شباب، انت عندك ريزيستنس وهنا في في بي اي، مش دي جانكشن؟ وفي بي اي دي مش ابروكسيمت اللي احنا زمان كنا بنقول هي 0.7 كويس. يبقى انت هنا عرفت من المعادله الاولانيه ان انت عندك الكرنت تقدر تحسبه ان هو بيساوي الفولتج اللي عليها على ار 1، فالفولتج اللي على الريزيستنس دهوت هو في بي اي على الريزيستنس دهيت اللي هي ار 1. يبقى انت كده قدرت تحسب اي ار 1 ولا لا؟ ده سؤال كويس، هنشوف النهاية النتيجة بتاعته ايه الفرق يعني. ماشي، بس خلينا بس نمشي في الخطوات. أنا هنا عايز أعرف قيمة البطارية اللي هي في بي بي اللي احنا عايزين نجيبها من الـ يعني الاكسرسايز بدلالة البارامترز دهيت يعني. فاحنا قلنا إن أنت عندك تو كرنتس أي أر وأي سي، والكرنت ده هو اللي ماشي تحت كويس. فلو عايز أعرف قيمة الكرنت ده كام، هقول خلاص هو في بي إي على ار 1 وفي بي اي دهيت. لو فرضنا ابروكسيمت ان هي 0.7 هنشوف هنحلها ازاي، بس لو فرضنا ابروكسيمت ان هي 0.7 يبقى انت كده حسبت قيمه الكرنت كقيمه هيطلع زي ما يطلع يعني. في بي بي هي الفولتج من هنا لهنا اللي احنا كنا بندور عليه، او ده اللي احنا بنحاول نعمله امبلمنتيشن اصلا. طيب في بي بي ده بيساوي ايه؟ بالظبط في بي بي ده بيساوي الكرنت دهوت اي ار مضروب في الريزيستنس ار 1 زائد ار 2 على اعتبار ان احنا اهملنا ايه البيس كرنت دهوت يعني. فيبقى انا هنا قدرت اجيب في بي بي بدلاله الاي ار، ولو فرضنا ان في بي اي كانت كونستنت يبقى انت هنا قدرت على طول تحسب في بي بي بيساوي في بي اي 1 في ريشيو ما بين ايه ريزيستنس كويس. هنعقد الموضوع كمان شويه بس واحده واحده. ده النتيجه ده هي بيقول لك ان انت البطاريه بدلاله في بي اي بتاعه الترانزستور اللي انت مثلا لو فرضت ان هي مثلا 0.7 مثلا في الريشيو ما بين ايه الريزيستنس يعني. فعشان كده اسمها في بي اي مالتبلاير، انت عندك في بي اي مضروبه في فاكتور. زمان ما كانش كده، زمان كان عندك حاجه كونستنت اللي انت مثلا بتقول الفولتج دروب بتاع الدايود 1 زائد فولتج دروب بتاع دايت 2. لا ده موضوع بقى فيه فليكسبيليتي اعلى، اللي انت تقدر تقول انا عندي مثلا في بي اي اقدر اكبرها بالريشيو اللي هي ار 2 على ار 1، فدي بتديك زي ما تقول ايه ديجري اوف فريدم اعلى يعني. لو انت قلت لا انا عايز امشي بريسايز، واحنا قلنا من الاول خالص
يعني ده باور امبليفاير، وقلنا يعني لازم نبقى حذرين في الابروكسيميشنز بتاعتنا. ففي بي اي دي مش على طول بيساوي 0.7. واحد ممكن يقول لك لا افترض مثلا ان السيجنال كان كبيره شويه، فانا في بي اي دي مش هتبقى كونستانت على حاجه. لو انا بقى عايز امشي اكزاكت اعمل ايه؟ ارجع بقى للمعادلات بتاعتي، اقول في بي اي 1 بتساوي في تي لين اي سي 1 على اي اس. اي سي 1 ده الكرنت اللي ماشي فيه اللي هو في الترانزستور ده هوت، وده اي سي 1 ممكن تكتبه بدلاله هتقول اي سي 1 الكرنت اللي ماشي هنا ايه بيساوي اي بايس، ممكن تكتبه بدلاله اي بايس و اي ار. فهيبقى هنا عندك معادله بتربط لك في بي اي 1 بدلاله اي بايس اللي هو كونستانت واي ار. طب لو رجعت بقى تعوض من المعادله دهيت في بي اي 1 ورجعت تحطها هنا، مش انت كده يبقى ممكن عندك معادله واحده فيها اي ار، وهنا ما استخدمتش الابروكسيميشن ان في بي اي بيساوي 0.7. انت هنا حسبتها بناء على الكرنت اللي ماشي في الترانزستور بالظبط. يعني واضح يا شباب الطريقتين؟ اي سؤال؟ زميلكم هنا كان سأل في الاول خالص، احنا على طول شغالين ببي جي تي ليه؟ بالظبط، احنا قلنا عشان يستحمل باور كبيرة. بس طبعا البي جي تي ده فيه مشاكل تانية، مشكلته ايه؟ ان التكنولوجيا نفسها بتبقى اغلى، دي حاجة. الحاجة التانية ان هو دلوقتي انتوا يعني احنا ماشيين في عصر السيليكون، فانت هتلاقي ان السي موس ده بقى ارخص كتير جدا. فانت احيانا بتبقى في مواقف ان انت بتبقى يهمك الكوست قوي، زي الموبايلات اللي معاك وتشوف مثلا اللي بينتج منها قد ايه يعني. فانت لو انت قدرت تطلع نفس او قدرت تحقق نفس الابلكيشن بموسفت، يبقى انت كده هتوفر كتير يعني. هي طبعا كيس باي كيس يعني، انت في احيان سيتويشن اللي انت بتقول لا انا لازم استخدم بي جي تي عشان احقق بيرفورمانس معين، بس لو في امكانيه يبقى ممكن تعملها بسي موس عادي. فكل الابلكيشنز اللي فاتت اللي احنا عملناها عيدوها تاني في البيت باستخدام الموسفت وشوفوا ايه الفرق. كويس؟ فهنا مثلا اكزامبل، هنا مثلا كان كلاس A باور امبليفاير، بدلنا كل البي جي تي حطينا مكانها موسفت. احد الفروقات الاساسيه هتبقى ايه؟ احنا مثلا اتكلمنا على الماكسيمم فولتج كان بيساوي ايه؟ كان زمان بيساوي في سي سي ناقص في سي اي سات. هنا هيساوي ايه؟ هتقعد تزيد في سي سي لغايه لما توصل للاوفر درايف بتاع الترانزستور ده. فاقصى حاجه هتبقى في دي دي ناقص في اوفر درايف. طيب في اوفر درايف بتاع بتاع الموسفت كان بيساوي ايه لو تفتكروا؟ مظبوط، بس لو عايز تكتبه بدلاله الكرنت، مش الفي اوفر درايف كنت تقدر تكتبه بدلاله الكرنت ان هو بيساوي اوفر درايف؟ مظبوط، مش انت كنت تقدر تكتبه برضو على اساس ان هو 2i اوفر k؟ طيب زمان كنت بتقبله اي اي، يعني الكرنت دوت اللي ماشي في الترانزستور كان بيبقى كونستانت، فما كانش بيساوي لكم اي شكوك يعني. بس دلوقتي الكرنت دوت كونستانت ولا لا؟ هو بقى يعني انا بس عشان اقول الجمله اكثر دقه، احنا هنا بقينا بنتعامل مع لارج سيجنال، فممكن تبقى الابروكسيميشن، فطالما احنا هنا بنتعامل مع لارج سيجنال هتعوض بانهي قيمه للكرنت يعني. كويس؟ زمان انت ما كنتش بتهتم بالنقطه دهيت، لان انت كنت بتشتغل عند دي سي اوبريتنج بوينت واحده وبتعوض فيها بالكرنت وخلاص. لكن هنا انت بقيت بتتعامل مع لارج سيجنال، فالكرنت ده ممكن يتغير تغير كبير. كويس؟ فلو احنا هنا بصينا على المعادله بس اللي احنا عايزين نعملها في دي دي ناقص في اوفر درايف، فانا لو عايز اجيب اسوأ حاجه للكونديشن ده هيبقى ايه؟ انا عايز اشوف اقعد ازيد، لو انا مثلا مشيت حاجه زي كده اقعد ازيد لغايه امتى؟ في دي دي ناقص في اوفر درايف. فاسوأ حاجه لو الفي اوفر درايف ده كان كبير قوي. خلوني اشرح لكم بطريقه ثانيه، انت هنا عندك الكرنت اللي ماشي في الترانزستور دهوت، سميه مثلا اي مثلا، زي ما احنا عملنا في البي جي تي، جزء منه اسمه اي كونستانت وماشي في ام 2، وفي جزء ثاني اللي هو اي في ار ال اللي ماشي في ار ال دهوت يعني. فانت لو انت عايز تحسب اسوأ اوفر درايف اللي هو اكبر
اوفر درايف يبقى انت لازم تكتب ايه الكرنت اللي ماشي في الحاله دهيت في اللحظه دهيت اللي هو اسوء حاجه اللي هو بيساوي اي زائد في اوت ماكسيمم على ار ال. في اوت ماكسيمم على ار ال ده هو ده الكرنت اللي ماشي في ار ال ده اسوء حاجه. فده القيمه دهيت هتجيب لك اسوء في اوفر درايف. ليه اسوء في اوفر درايف؟ اللي هي اكبر قيمه يعني، لان انت لو جيت تعوض في الفي اوت ماكسيمم هتلاقي ان الفي اوت ماكسيمم بقى اقل شويه. واضح يا شباب؟ فهتلاقي ان الليمت دوت كل ما الاوفر درايف بيزيد هتلاقي ان الماكسيمم ليمت ده عمال بيقل، ودي حاجه مش حلوه. انت عايز الاوفر درايف ده هو تبقى صغير جدا، انت عايز تستفيد بكل الفولتج سوينج المسموح لك من السيركت يعني. فده بس احد الفروقات في الموسفت. بس انا عايزكم تروحوا البيت تمسك ورقه وقلم، شوف كل التوبولوجي واقعد حلها بايه بموسفت، واقعد احسب بقى الافشنسي واحسب كل حاجه. تمام؟ عايزين بقى احنا كده اتكلمنا على الباور امبليفاير، عايزين نتكلم على حته براكتيكال في الباور امبليفاير. احنا قلنا الباور امبليفاير ده عاده بيتعامل مع لارج باور، ممكن بالوات وحاجات بالشكل ده هو. طيب مش الحاجات دي بتستهلك باور عاليه؟ فبيبقى من اهم التوبك في الباور امبليفاير اللي انت ازاي تتعامل مع الحراره اللي جايه لك من الكومبوننتس دهيت يعني. دي بقى على حسب الليفل بتاعي. يعني انت مثلا عندك في الكمبيوتر مثلا عندك مروحه، فانت بتلاقي البروسيسور مثلا عندك هو صحيح مش باور امبليفاير قوي، بس يعني هتلاقي ان هو دي من احد الطرق اللي هو بيتعامل فيها مع الهيت، اللي هو مثلا بيحط لك زي هيت سينك ويبقى عندك مروحه. فعلى حسب الحراره اللي طالعه لك من السيركت تقدر تقول تفكر فيها وتقول انا ازاي ابردها وهل هتعمل لي مشاكل ولا لا. بس قبل ما نشوف النقطه دهيت في بس كونسبت اسمه الثيرمال ريزيستنس. ايه بقى الثيرمال ريزيستنس دهيت؟ الثيرمال ريزيستنس بيقول لك لو انت عندك باور ديسيبيتد في ديفايس معين، الباور دهيت هتعمل لك ارتفاع في درجه الحراره عن الامبيانت تمبريتشر. ايه الامبيانت تمبريتشر؟ الامبيانت تمبريتشر دي درجه حراره الجو. احنا هنا مثلا الامبيانت تمبريتشر عندك مثلا ب 30 مثلا درجه. افترض ان انت جبت سمي ده مثلا ترانزستور، الترانزستور دوت بيحرق باور مثلا 1 وات مثلا، فال 1 وات دولت هيزودوا لك درجه حراره الترانزستور. المعادله بتقول لك ايه؟ بيقول لك ان فرق درجه الحراره ان الترانزستور ده هيسخن بمقدار الباور المحروقه فيه، بس في كونستنت. الكونستنت ده اللي هما بيسموه الثيرمال ريزيستنس. واضح يا شباب التعريف دوت؟ فيبقى انت هنا عندك دي الامبيانت تمبريتشر، وعندك دي التي جنكشن اللي هي بتاعه الترانزستور نفسه، وانت بتعرف وبتحرق فيه باور. فكل ما بتحرق باور اعلى هتعلي درجه حراره الترانزستور يعني او الجنكشن. يعني حته براكتيكال بيقول لك ان انت المفروض يعني في الكوميرشال يعني ان انت ما تزودش درجه الحراره ديت عن 125 درجه لو انت بتتعامل مع سيليكون عشان الترانزستور ما يبوظش منك. في هنا انالوجي اللي انت مثلا عندك ايه، دي تعتبر زي معادله ايه، انت هنا عندك فرق في درجه الحراره وعندك باور وعندك ريزيستنس. دي بتفكركم بايه؟ بالظبط في بتساوي الاي في الار. بس الانالوجي هنا ايه؟ اللي انت هنا عندك الفولتج دروب كانه يعني في السيركت انت مثلا كان عندك كارنت ماشي في ريزيستنس وبيعمل فولتج، هنا انت عندك باور ماشيه في الريزيستنس برضو بس بتعمل لك فرق في درجه الحراره. ففرق في درجه الحراره ده شبيه للفرق في الفولتج لو انت بتتعامل معاه كسيركت يعني. الكونسبت ده بس ظريف لان انت دلوقتي حولت الموضوع للريزيستنس، فاحنا هنشوف السلايدز اللي جايه ممكن بقى ايه تفهم مواضيع اكبر من الجاست ترانزستور في اوضه، تعرف تتعامل مع كومبلكس سيتويشن يعني. بس خلوني اسالكم سؤال، الفيتا ده هي عايزه تبقى كبيره ولا صغيره؟ الثيرمال ريزيستنس عايزها كبيره ولا صغيره؟ صغيره ليه؟ ماشي وبعدين؟ لا انت عايزها صغيره ولا كبيره؟ كويس. حلو. بالظبط. يبقى انت الهدف انت في النهايه انت مش عايز الموبايل بتاعك يولع، كويس؟ فانت في النهايه عايز درجه وانت في الموبايل
انت هتحرق باور غصب عنك عشان تتكلم، فيبقى انت مش عايز يبقى في ارتفاع في درجه الحراره. فلو انت الثيتا دي كانت عندك صغيره فعلا، يبقى مش هيبقى عندك ارتفاع كبير في درجه الحراره. لو الثيتا دي كانت كبيره كانت هتبقى مشكله، لان انت هتلاقي الموبايل بتاعك ايه عمال بيسخن قوي يعني. فدي فعلا زي اللي انت قلتوه ده مظبوط، اللي احنا عايزين الثيتا دي تبقى صغيره. الحقيقه احنا كنا ماشيين بمثال مصغر، انا كنت بقول لكم اللي انت مثلا عندك ترانزستور وفي اوضه، والترانزستور ده بيحرق باور، وعايزين نعرف ارتفاع درجه الحراره بتاع الترانزستور ده عن ايه. بس انت شايف ترانزستور؟ لا، انت مش شايف، انت شايف موبايل. فانت هي بتبقى فيها مراحل، فانت بيبقى عندك الترانزستور، والترانزستور ده بيبقى متخلف في باكج كويس، والباكج ده هي بتبقى متوصله مثلا بهيت سينك. فيبقى انت هنا عندك ايه؟ مراحل. فانت الباور اللي طالعه ده هي هتبقى ماشيه في الاول مثلا بيسموها جانكشن. جانكشن دي يعني اعتبروها ضمنيا اللي هي مثلا ايه الترانزستور نفسه. فانت عندك مرحله من الترانزستور للكيس، الكيس دي اللي هي الباكج، لان انت مش ماسك ترانزستور بنفسه، فدي مرحله. وبعد ما بتروح لمرحله الباكج، الباكج ده هي ممكن تلاقي ان درجه الحراره بتاعتك عاليه مثلا، فانت تقول لا انا عايز احط هيت سينك. الهيت سينك ده هي انتوا عارفين فائدتها ايه، خدت كورس هيت ترانسفر او حاجه بالظبط. فانت لو انت مثلا عندك سطح سخن وعايز تبرده، بتقوم حاطط عليه اللي هي الهيت سينك ده، حته معدن، والمعدن ده بياخد الحراره من السيركت ويبردها لك. فيبقى هنا عندك كذا ثيرمال ريزيستنس، هنا متوصلين ان سيريس، لان انت عندك يعني الباور هتمشي في الباكج، وبعد كده هتمشي في الاول هتمشي في الترانزستور، وبعد كده هتمشي في الباكج، وبعد كده هتطلع لك في الهيت سينك اللي هي الاخيره خالص. فانت هنا ممكن بقى يبقى عندك كذا مرحله لارتفاع درجه الحراره. فانت اول ارتفاع هيبقى جاي في الترانزستور، وبعد كده هيبقى جاي نتيجه الباكج، وبعد كده في الاخر خالص ايه نتيجه ارتفاع درجه الحراره اللي انت لو بصيت على الهيت سينك. فانت لو عايز تشوف ارتفاع درجه الحراره النهائي، هتقول هي الباور مضروبه في كل الريزيستنس اللي هي قدامك، يعني اللي هي متوصله ان سيريس. انتوا واخدين وضع التاهب؟ انا بص بس في الساعه. ماشي. طب كويس، احنا كده خلصنا. قبل بس ما نخلص، عايز اقول كذا تعليق بالنسبه للامتحان واعمال السنه. انتوا فاضل لكم كويس صح؟ المعيد تقريبا قال لكم على الميعاد. لا، في كويس تاني غير اللي انتوا خدتوه. ما انتوا المفروض اعمال السنه 3 كويزز وميد تيرم وبروجكت، مظبوط؟ فانتوا خلصتوا الميد تيرم وخدتوا 2 بروجكت، يبقى وخدتوا 2 كويزز، يبقى انتوا فاضل لكم كده في اعمال السنه 1 كويز. والايه؟ المشروع برضه انا حسب معلوماتي اللي انتوا خلاص على وشك ان انتوا تسلموه يعني. بالنسبه للامتحان فهو هيبقى ام سي كيو ان شاء الله يعني. ده كل المعلومات اللي انا عايز اقولها لكم في الامتحان. نعم؟ جزئيتين يعني ولا لا، الجزئيتين كله هيبقى ام سي كيو. كويس؟ في اي سؤال يا شباب؟ كم سؤال هتفرق معاك في ايه؟ هيبقى كتير، 7000 سؤال مش هتفرق معاك. اي سؤال يا شباب في المنهج؟ وليه ما يبقاش ام سي كيو؟ بص، هي في النهايه كل ستايل ليه مزايا وليه عيوب. الحقيقه كل نظام هيبقى ليه مزايا وليه عيوب، فهو يعني مفيش حاجه كده هتبقى سالكه يعني. هو لو مش ام سي كيو بتبقى فيه مشاكل في التصحيح. المشاكل في التصحيح لا مش كده، لا لا لا، واحده واحده شباب. هو مش مشكله التصحيح اللي هي الوقت بس، مشكله التصحيح ان في الغالب يعني مثلا واحد ازاي تحقق العدل ما بين الناس. فانت مثلا واحد وقف في خطوه فلانيه، واحد وقف في الخطوه الثانيه، فانت كمصحح ممكن تلاقي نفسك هتظلم واحد، اللي انت يعني هتلاقي الدنيا مش ماشيه قوي. فمن مزايا اللي هو الام سي كيو يعني خلاص هتبقى تحقق عدل يعني نوعا ما. هو طبعا ما فيش عدل مطلق، بس هو يعني نعم نيجاتيف. لا عايزين ايه؟ عايزين يبقى في نيجاتيف. لا بس بصوا يعني ايه، سموا وانتوا بتحلوا، وبلاش اللي هي الحاجات العشوائيه يعني، حل المساله وشوف هيطلع لك ايه واختار الاجابه. احنا كده خلصنا منهج، وكل سنه وانتم طيبين يا شباب، والتوفيق ان شاء الله.